الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادته البالغة بالتطوير اللي تم في طريق القاهرة العين السخنة. امبارح كان الرئيس تفقد أعمال تطوير المنشآت الجديدة بطريق العين السخنة. دي كانت صور لتفقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطريق القاهرة العين السخنة اللي أشاد بالتطويرات اللي حصلت أو التطوير اللي حصل في هذا الطريق، وزي ما شفنا اللمسات الإنسانية الجميلة جدا لسيادة الرئيس مع المواطنين مع الناس، سؤاله على كل تفصيلة من تفاصيل المشروعات اللي موجودة. في شغل بيحصل في طريق العين السخنة، احنا بنتكلم على منطقة سياحية هتبقى جاذبة جدا، بنتكلم كمان على منطقة فيها العدد كبير جدا من المصانع اللي تم افتتاحها واللي هتفتتح في المربع ده تحديدا أو في العين السخنة.